غياب أثمنة مرجعية للمستلزمات الطبية وشبه الطبية المستعملة في العمليات الجراحية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. تفضلي السيدة النائبة ليوضع السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، يعرف سوق المستلزمات الطبية تضارب الأثمنة وفوضى عارمة في التسويق مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين. ما هي الإجراءات التي ستعملون عليها للحد من هذه الفوضى؟ لكم الكلمة سيد الوزير للجواب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيدة النائبة محترمة. أنتم على علم بما أنكم صيدلانية، استراتيجية وزارة الصحة تتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، والتي من بين أهدافها الأساسية هي تحقيق الولوج الشامل للأدوية والمواد الصحية ولا سيما المستلزمات الطبية، وذلك بأثمنة مناسبة. فالوزارة كانت ارتأت إعداد إطار تنظيمي يحدد سعر بين المستلزمات، فبالتالي تم إصدار، رغم أن أنتم كتعرفوا أن هذا سعر المستلزمات الطبية على الصعيد العالمي هو حقيقة حر، والثمن ديالو كيتغير على حسب من مكان إلى آخر، إلا أن تم إصدار بتفويض السلطة لوزارة الصحة على واحد القرار اللي متعلق بكيفية تحديد سعر هذا والبيع ديال للعموم وسعر فوترة المستلزمات الطبية. فبالتالي هامش الربح بالنسبة لهذه المستلزمات كان محدد كذلك، وهذه الإجراءات هذه كتمكن من على الأقل تقليص الأثمنة ببعض المستلزمات. وأنا أذكر على سبيل المثال بالنسبة للمنتجات التي يقل ثمنها على 300 درهم 35%، وبالنسبة للمنتجات التي يتراوح ما بين 300 و 1000 درهم 25%، وبالنسبة للمنتجات التي يتراوح سعرها بين 1000 و 10000 درهم بنسبة 15%. هذه من ضمن الإجراءات، إلا أن ضرورة التصريح لوزارة الصحة بسعر البين دون احتساب الرسوم على كل مؤسسة تصنيع أو استيراد مستلزم طبية ضرورة على كيفية تحديد هذا السعر ديال كل مستلزم. وأنتم كتعرفوا لا بروسيدور ديال السيرتيفيكا دون روجستر اللي كتعرف واحد 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 تعطلات شي شوية. فبالتالي كاين تدارك إن شاء الله، ونقدر نعقب إذا كان عندي الوقت. شكرا سيد الوزير. تعقيب الفريق، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الوزير. المستلزمات الطبية تتعرف فوضى كبيرة في التسويق ديالها. أولا عدم مراقبة الجودة، وعدم على الخصوص عدم تتبع جودة المستلزمات الطبية المعقمة. ثانيا الأثمنة ديالها مرتفعة جدا مقارنة مع العديد من الدول. والبروفيسور الوردي وزير الصحة السابق صدر هذاك القرار اللي تكلمتوا عليه بتاريخ 14 يناير 2016، ولكن للأسف الشديد هذاك القرار ما تطبقش وبقى حبرا على ورق. ولهذا سيد الوزير احنا اليوم تنطالبوا أولا بتقنين وتحديد الأثمنة المرجعية لكل المستلزمات الطبية المتداولة وطنيا. ثانيا مراقبة جودة المستلزمات الطبية التي تروج في السوق الوطني. ثالثا تحديد لائحة المستلزمات الطبية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على أساس أن يتم تعويضها على حسب يتم التعويض. رابعا عدم تعويض التعاضديات للمستلزمات الطبية المعقمة التي تباع خارج الصيدليات في احترام تام لمدونة الدواء والصيدلة، وفي احترام تام أيضا للقانون 84. شكرا سيد نائب. هل من تعقيب إضافي؟